بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلاب الفرقة الثانية قسم الإرشاد السياحي معهد العالي للسياحة والفنادق الكينج مريوت، معكم الدكتور أسامة سلام أستاذ الآثار المصرية وعميد المعهد السياحة والفنادق الكينج مريوت. أتحدث معكم النهاردة في اللقاء الخامس في المحاضرة الخامسة عن مادة اللغة المصرية القديمة، والتي سوف نتناول فيها موضوع الصفات adjective. طبعا بالنسبة للصفات هو موضوع مهم جدا من الموضوعات الأساسية اللي دايما بنلاقيها في الموضوعات حتى السابقة، ودرسنا قبل كده جزء عنها في الضمائر، خاصة بالضمائر الديبندنت بروناون لما اتكلمنا عن الاستخدامات بتاعته الأربعة. قلنا ان بضمير الديبندنت بروناون بيأتي مبتدأ مؤخر لما بيكون قدامه على طول أو بيسبقه مباشرة خبر وصفي مقدم. اتكلمنا عنه مرة تانية في الضمائر المستقلة اللي هي الاندبندنت بروناون، لما قلنا ان ضمير الاندبندنت بروناون بيجي في اول الجملة الاسمية والخبر بتاعه بيكون خبر اسمي او خبر وصفي. يعني معنى كده ان ضمير الاندبندنت بروناون بيأتي ضمير الاندبندنت مبتدأ يعني سبجكت، وبيجي الصفة اللي بتليه على طول عشان تكمل الجملة بتبقى خبر وصفي، زي كلمة مثلا زي جملة انك نفر، انا طيب. فكلمة انا هنا مبتدأ وضمير مستقل. من استخدامات ايضا الادجكتيف اللي هنتناولها في محاضرة النهاردة هنتكلم عن استخدامات الصفات. لازم نتفق الأول إن الصفة هي بتتبع الموصوف، والصفة هي عبارة عن نعت بينعت بيه شخص معين. يعني لما أجي أقول محمد طيب فوصفت محمد بإنه طيب، لما أقول إن محمد مجتهد يبقى وصفت إن محمد مجتهد. لما نيجي نشوف الجملة اللي قدامنا بيقول لك إن تستخدم الصفة كنعت، وهي دايما بتأتي أو فهي تلي الاسم وتتبعه في النوع والعدد. يعني ايه معنى الجملة ديت؟ بيقول ان الصفة بتأتي بعد الاسم على طول مباشرة، وبتوصف الاسم وبتتفق معاه في حاجتين، النوع اما ان يكون مفرد او مؤنث، مذكر او مؤنث. يعني لو الاسم عندي مذكر يبقى لازم تكون الصفة مذكرة، لو الاسم عندي مؤنث هتبقى الصفة عندي مؤنثة، واحنا عرفنا علامات التأنيث اللي هي حرف التي، والعدد اللي هو المفرد والمثنى والجمع. طب نطبق الكلام ده على الجملة اللي قدامنا اللي بتقول سخر بن بين. سخر يعني خطة بمعنى بلان أو كونسل، وبن ضمير إشارة بمعنى هذا، وبين اللي هي بمعنى سيء أو قبيح. سخر بن بين بمعنى evil this council، يعني سيئة هذه الخطة. يبقى ما نيجي نعرف الجملة دي هنقول سخر نون اسم، وبن ضمير إشارة، وسخر بن كلها على بعضها كده هنقول عليها مبتدأ اسمي، مبتدأ اسمي. طب وبين خبر وصفي، خبر وصفي. يبقى عرفنا أول استخدام من استخدامات الصفات إن هو يأتي خبر وصفي في الجملة الإسمية التي تبدأ باسم، ولو هتبدأ بضمير يبقى ضمير independent pronoun، لو هتبدأ بضمير يبقى ضمير independent pronoun ده الضمير المستقل. طيب إيه الاستخدام التاني؟ قال لك الاستخدام التاني إن بتأتي الصفة كاسم وتتبع بمخصص ديترميناتيف يحدد نوعية هذا الاسم. يعني ايه؟ يعني بيجي عندي اسم والمخصص بتاعه ده اللي بيتحط للاسم ده هو اللي بيديني صفة الاسم اللي قدامي. بمعنى كلمة شري، ادي الشين ادي الشي وادي الار وادي الاي، والطائر المخصص بتاعه اللي هي معنى سمول. طيب لما تيجي بعد كده بقى طفل وحاطط صبعه في فمه اصبحت ان هي طفل، يعني طفل صغير، عايز يقول بقى معنى كلمة شري بمعنى small boy. يبقى معنى كده ان لما يجي مخصص عندي ممكن يحول لي الكلمة لصفة، يحول الاسم ده لصفة.
يبقى ضروري ان انا اركز جدا واحفظ الكلمة قدامي بالشكل ده، اعرف على طول اول ما الاقي كلمة شري اعرف ان هي بمعنى small boy. small boy زي بالظبط كلمة بقين اللي احنا اتكلمنا فيها من شوية في الجملة السابقة، لقينا فيها الطائر اللي هو بياخد شكل الديل المقوس مش الديل المفتوح اللي هو اللي احنا بنقول عليه علامة ور، فاكرينه اللي هو طائر ور، لا ده مختلف عنه. فقلنا ده الديل بتاع لما بيختلف نعرف على طول ان طائر الحمام اللي قدامنا اللي ديلها مدور ديت يبقى معناها دايما بتيجي في الكلمات اللي بتبقى مش كويسة اللي بتبقى very bad سيئة، زي كلمة بيئين اللي هي معناها evil. هنا برضو شري جاية برضو نفس المخصص، يعني معنى كده ان بيقلل من قدر الشخص اللي قدام فبيقول له small boy ولد صغير. يبقى المخصص هنا مهم ان هو لما يجي في قلب الصفة او في قلب الاسم مع الاسم مباشرة على طول بيحوله لصفة. طيب ده الاستخدام التاني. الاستخدام التالت قال لك برضو شيء مهم جدا، ان احنا لما بنيجي نعمل اداة التعجب لما كنا نقول ما اجمل هذا المنزل، ما اجمل كلمة اجمل صفة لان وصفت المنزل بانه جميل، لما نيجي نطبق الكلام ده في الدول الجغرافية هنلاقيه مطابق لنفس الكلام، ان احنا بنقول هنا كلمة واي واي او وي اللي هي اداة التعجب. اداة ايه؟ التعجب. طب لما نيجي نشوف هنا فين هي كلمة وي اهي في النص، طب ايه اللي سبقها؟ كلمة نفر، ونفر يعني طيب او جميل، فاصبحت الصفة تسبق اداة التعجب. يبقى لازم لما الاقي اعداد تعجب اعرف على طول ان اللي قبليها صفه، فكلمه نفر وي بر بن، يبقى هنا نفر هنقول عليها هنا جميل وي بر بن ما اجمل هذا المنزل هاو بيوتيفول از ذس هاوس. هنا طبعا نفر هنا هتبقى صفه وي طبعا هنا احنا بنقول هنا ان الصيغه هنا كلها هتبقى جمله استفهامية اللي هو اللي بنقول عليها الكوتشن مارك، اللي بنحط لها كوتشن مارك كانت بتبقى جملة استفهامية أو كوتشن سنتنس، فبنقول نفر هنا هتبقى صفة ووي أداة التعجب وبر ناون وبن ديمونستراتيف بروناون، والاتنين على بعض بنقول عليهم مبتدأ مؤخر. مبتدأ إيه؟ مؤخر. طيب الاستخدام الرابع اللي هو مهم برضو بتيجي فيه الصفة مهمة اللي هي صيغة المقارنة. صيغة المقارنة اللي هو الكومباريزون، دايما لما بقى اقارن شيء بشيء لازم يبقى فيه أداة بتفصل ما بين الجملتين او ما بين المقارنة، فدايما بنعتاد دايما لما بنلاقي حرف الار لازم اشوف لو لقيت اللي قبليه صفة واللي بعديه اسم يبقى اعرف على طول ان دي صيغه مقارنه. يبقى لو سبق حرف الار صفه اعرف على طول ان دي صيغه مقارنه. طب لو ما سبقهاش صفه يبقى الار هنا هتبقى حرف جر. هتبقى الار ايه؟ حرف جر. طب نشوف الجمله اللي قدامنا، بيقول هنا كلمه عشاء اللي قدامنا دي ست ار خت نبت، عشاء ست ار خت نبت، عشاء يعني اكثر، يعني معنى كده ان هي يقصد بيها ان كلمة عشاها ديت الصفة، هي ديت الصفة بتاعتي. they were more numerous than everything، هؤلاء اكثر عددا من كل شيء، هؤلاء اكثر عددا من كل شيء. يبقى معنى عندي هنا كلمة عشاها دي صفة، وست ضمير ديبند بروناون فاكرينه خدناه قبل كده من الضمائر اللي هي الغير العاقلة لما قلنا ست هنا بمعنى ات في الديبند بروناون، وار هنقول عليها أداة المقارنة. طب وخت ناون ونبت إضافة مباشرة، خت نبت يعني افريسينج يبقى إضافة مباشرة، إضافة مباشرة. طب الإضافة المباشرة احنا خدناها قبل كده في الفصل الدراسي الاول، قلنا ان المضافة المباشرة بيبقى عبارة عن جزئين، خت هتبقى ريجنز ونبت ريكتوم اللي هو المضاف والمضاف اليه.
المضاف والمضاف إليه. يبقى أنا علامة إر أول ما ألاقيها أبص على طول في الكلمة اللي قبليه، لقيتها صفة يبقى أعرف على طول إن دي صيغة مقارنة. بكده يبقى أنا عندي 4 حالات لاستخدامات الصفات. أول حاجة قلنا إن هي تأتي بعد الاسم على طول مباشرة، بنقول عليها خبر وصفي. وقلنا الحالة التانية على طول قلنا إن هي بتأتي في مخصص للاسم، يأتي مخصص يصف الاسم فبيحول الاسم لصفة. الحالة التالتة قلنا إن هو بيأتي قبل كلمة وي اللي هي أداة التعجب، وي اللي هي ما، وبنقربها على طول خبر وصفي مقدم، واللي بيجي بعد وي بيبقى مبتدأ مؤخر، وتبقى الجملة جملة استفهامية. رابع حالة قلنا صيغة المقارنة، وقلنا دايما ندور على حرف اللي بيفصل ما بين صيغة المقارنة اللي هو حرف ار، ولو لقيت ان الار جاي قبليها اللي هو حرف الار اللي قدامي ده، لو لقيت اللي قبليها صفة اعرف على طول ان دي صيغة مقارنة. اخر حاجة هنتكلم عنها المقارنة اللي هو الكومباريتيف او الكومبارسون. استخدم المصري القديم حرف الجر ار للدلالة على المقارنة، ويأتي قبل الاسم الثاني مباشرة في صورة شبه جملة ظرفية. يعني ايه؟ يعني بنقول ان هو ار هو بتاعة المقارنة سبقها كلمة نفر ودي صفة، وسي اللي هي هي اجمل من ليذان اللي هي ار، ها سنة اس يعني ايه؟ اختها، هي اجمل من اختها. يبقى معنى كده هنقول ان نفر هنا هتبقى خبر وصفي، وسي ده ضمير ديبند بروناون، والار ها هيبقى مبتدا مؤخر وده خبر مقدم، خبر وصفي مقدم وده مبتدا مؤخر. طيب والار اداه المقارنه، وسنت ديت نون، والاس ضمير سافكس بروناون، والاثنين على بعض اللي هي سنت اس هنعربها ايه؟ اضافه مباشره داله على الملكيه اللي احنا خدناها في الحالات الخاصة بالصفيكس برناو. يبقى الجملة عندي هنا واضحة بتقول نفر سي ار سنت اس هي اجمل من اختها. المستخدم للمقارنة هي حرف الار اللي هو بيستخدم عادة كحرف جر، والحرف ار هنا عشان نفرق بينه وبين حرف الجر لازم يكون مسبوقا بصفة، مسبوق بايه؟ بصف، عشان نعترف به ان هو اداة مقارنة، لان العامل الاساسي في المقارنة ايه؟ هو حرف الار، ولازم يسبقه ايه؟ صفة، هو الصفة، وهذا بالاضافة الى المعنى الذي يتطلبه سياق الجملة. بكده ان شاء الله نكون انتهينا من الصفات، ونلتزم، حاول نلتزم بقى بالجمل ديت ونتدرب عليها، زي برضو ما احنا اوصانا قبل كده وقلنا لازم ان احنا ضمائر السفكس برناون نحفظها، ولازم نتدرب على الاستخدامات بتاعتها، وضمائر الديبندنت برناون والاندبندنت برناون، لان هما من الاساسيات اللي انت هتقدر تستخدمها في المحاضرات التاليه. اشكركم على حسن استماعكم، ونلتقي ان شاء الله في المحاضره القادمه، والى لقاء اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.